بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية حقيقة أود أن أشكر برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز على إتاحة هذه الفرصة لي للوقوف في هذا المكان اللي في فترة زمنية بسيطة من خلال 40 دقيقة إن شاء الله أتمنى أني أتمكن أني أنقل لكم بعض من خبراتي المتواضعة. طبعا الأخوة قبلي سواء من البداية الدكتور أحمد نصيرات وحتى الأخت أمل وأيضا الدكتور علاء كلهم تحدثوا عن التمكين يمكن بصورة عامة في المؤسسات وفي المجتمع ككل، لكن أنا تركيزي راح يكون إن شاء الله على تمكين الصف الثاني. الصف الثاني من القيادات الموجودة في المؤسسات والدوائر لابد من التركيز عليهم. طبعا أنا أقدر أقول أن من أكبر المحفزين ومن أكبر الناس اللي دعوا إلى الاهتمام بالإنسان وبالموظف وتمكين القيادات سواء كانت شابة أو القيادات الموجودة في الدوائر الحكومية وفي الدولة بصفة عامة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من خلال متابعاته المستمرة وأيضا من خلال حضوره لكل الفعاليات اللي تقام في إمارة دبي وتشجيع القائمين على هذه البرامج من الوصول إلى الأهداف المنشودة في تطبيق هذه البرامج على الإنسان بالدرجة الأولى. وما في شك أن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز يمكن إحدى المبادرات اللي ساهمت حقيقة كثيرا في تمكين الموظفين وخلق التنافس بين الدوائر الحكومية وأيضا خلق التنافس بين الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية لتمكينهم وفي نفس الوقت تشجيعهم وتحفيزهم على الأداء المتميز. وأصلاً الأداء المتميز موجود في اسم البرنامج وفي نفس الوقت هذا الهدف الأساسي من البرنامج. الولاء الوظيفي، يبدأ الولاء الوظيفي طبعاً أول شيء الولاء الإداري للموظفين، لابد أن الموظف يشعر بنوع من الأمان في المؤسسة. إذا شعر بالأمان ما في شك أن عطائه يكون جيد وفي نفس الوقت يبدع ويحاول يظهر الطاقات الكاملة اللي فيه متى ما شعر بهذا الأمان. أيضا دور القيادة، اليوم نحن لما نقول تمكين الموظف، تمكين الموظف له جانبين حقيقة. جانب واحد متعلق بالموظف نفسه مثل ما تفضل الدكتور أحمد. الموظف إذا ما عنده استعداد هو أن يطور نفسه ويطور قدراته ما في شك أن القيادة مهما تحاول تبذل من جهود لتمكين هذا الموظف ولرفع مستواه ما بتقدر، لأن القابلية تبدأ من الداخل من الموظف نفسه. اليوم نحن ما في شك أن عندنا المسرعات وعندنا التطور المذهل في كافة المجالات. اليوم أنا أعين الموظف بإمكاناته الموجودة المتاحة حالياً اللي هو شهادة الجامعية، أحياناً في بعض الموظفين لديهم بعض الخبرات، بعض الموظفين ما لديهم خبرات، يكون مثلاً فريش جراجويتد أجيبه أنا وأحطه في المؤسسة. هذا الموظف في أول سنة سنتين ممكن يعطيني نتاج اللي تعلمه في الجامعة وفي الكلية وفي المعاهد اللي هو درس فيها، وإذا عنده خبرات أيضا بسيطة ممكن أن أستفيد من خبراته لفترة محدودة. لكن أنا كقائد أو كإدارة مسؤول مسؤولية كاملة أني أنا نمي قدرات هذا الموظف، أني أنا ما أستهلكه فقط، لابد أني أنا أخليه أن هذا الموظف يكون متابع للمسرعات، متابع للتطورات الحاصلة في كافة الإدارات.
يعني نحن ما نتكلم عن الجانب المادي، وصحيح يعني الراتب شيء مفروغ منه، وايضا المكافآت المالية ايضا لابد من وجودها، لكن هناك طرق عديدة للتحفيز وطرق عديدة لشكر الموظف. اليوم الدكتور تطرق انه مثلا ممكن يكون رئيس قسم ما عنده صلاحية ان يعطي كتاب شكر. هناك في بدائل كثيرة، يعني مو شرط كتاب الشكر. انا اليوم ما ادري، يعني انا اشوف انه حتى نظام الطبطبة، ما ادري اذا انت موظف مبدع مريت عليه كقائد او كمدير ودقيت على كتفه قلت له جود جوب ويل دن، مثل هاي المحفزات البسيطة ايضا تترك اثر كبير. اذا انت مثلا كرئيس قسم حاولت ان تجمع موظفينك على يعني تعزمهم في مكان معين خارج نطاق العمل على غداء على كوفي شيء من هذا القبيل، تحاول انك انت تكون دائما مع الموظف باي مانجمنت ووكينج اراوند. انت اليوم اذا كمدير قاعد في البرج العاجي مالك ومكتبك مغلق، الموظفين ما يشوفونك الا بين في المناسبات المعينه داخل الدائره، اكيد بالتالي ما في شك يعني الموظفين ما بيكون هناك في تواصل مباشر بينك وبين الموظفين. القائد اللي عنده الثقه في نفسه، القائد اللي يثق في نفسه وفي قدراته هو اللي يكتشف الموظفين، يحاول ان يمكنهم، يحاول ان حتى لو تفوقوا عليه. نحن عملنا مع قاده، طبعا انا ما احب اني اذكر الاسماء، لكن هناك قاده حقيقه علمونا ان انت اليوم اذا تقدر تبدع وتستوي افضل مني تفضل. والعكس صحيح، في بعض القاده اللي ما عندهم ثقه في انفسهم هم اللي يخافون، هم اللي مثلا يقول لك لا انا ليش هذا موظف مبدع ليش اطوره؟ هذا باكر بيستلم مكاني. متى ما القائد فهم هذا الشيء وفهم انه لا الموظف هذا اذا ابدع وتفوق علي انا مجالي موجود، يعني انا منصبي انا بروح للاعلى، خلوه يستلم مكاني ما في مشكله. وعكس ذلك صحيح. اليوم اقول لكم عن سالفه في سنة 95 أعتقد وليد يتذكر، كنا في دائرة التنمية الاقتصادية. دائرة التنمية الاقتصادية عندما أنشأت يمكن كانت هي الدائرة الوحيدة اللي سوت كنوع من الثورة الإدارية في مفهوم الدوائر الحكومية، بدءا من الكاونترات، قاعة المعاملات، طريقة الموظفين، بكل شيء. يعني حقيقة كان في نقلة نوعية من ما قبل 93 إلى 93. في إحدى زيارات سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، طبعا كان هو دائما حريص أن يزور هاي الدوائر ويفاجئنا، ولكن الدائرة الاقتصادية بالذات لما جانا في إحدى الزيارات دخل في قاعة المعاملات، كانت عندنا تصاميم الكاونترات بهذا الشكل، كاونتر الموظف جالس على الكرسي والعميل يوقف خلف الكاونتر، من خلال فتحة زجاجية، لكن زجاج شفاف، من خلال فتحة زجاجية يتم التعامل مع العميل. سمو الشيخ محمد ما عيب بهذا الوضع، فبالصدفة كنا واقفين سعادة محمد علي العبار معالي محمد عبد الله القرقاوي ومسلمكم، أنا كنت رئيس قسم التراخيص في ذلك الوقت، فواقفين عند كاونتر واحد من الشباب من جنسية عربية هو خلف الكاونتر، ونتبادل الأحاديث ونستمع إلى توجيهات سيدي صاحب السمو. وفجأة سمو الشيخ محمد دق على الزجاج اللي أمام الموظف قال شلوا هاي. وطبعا سمو الشيخ محمد انصرف من المكان ورحنا نحن ودعناه عند السيارة، واحنا رادين ولا هذا الموظف جاي قدام العبار يقول يا بيه يا طويل العمر انا عملت ايه؟ ليه سمو الشيخ محمد قال شيلوا ده؟ ليه عايزين يشيلوني؟ انا عملت حاجه غلط؟ قال لي يا ريال سمو الشيخ محمد ما يقصد انك يشيلونك انت، يشيلون الزجاج هذا اللي قدامك. فثاني يوم فعلا تم ازاله كل هذه
الحواجز الزجاجية صار في طاولات مستوى القعدة بين الموظف وبين العميل في نفس المستوى، بدل ما كان العميل واقف والموظف جالس على الكرسي ومرتاح. أتذكر في بداية التسعينات أو يمكن في الثمانينات حتى، كنت تروح الجوازات عشان تجدد جوازك، موظف الجوازات خلف كاونتر الزجاج باللون الأسود، وهناك فتحة بسيطة أنت تسلم المعاملة حتى ما تقدر تشوف الموظف منه هذا اللي استلم معاملتك. فلو يعني جيت بعد فترة قلت لهم والله أنا أبا معاملتي، بيقولوا زين أنت سلمت المعاملة لمنو؟ والله ما أعرف، واحد كان ورا الزجاج الأسود وسلمت المعاملة. فهذه النقلات اللي حصلت ولله الحمد في دولة الإمارات، وبالذات في تحديدا في دوائر حكومة دبي. ومثل ما قلت لكم البدايات كانت إدارة التنمية الاقتصادية، من ثم بعد ذلك التغييرات هاي كلها توزعت على كل دوائر حكومة دبي، ويت البرامج ويت الجوائز ويت الأمور هذه اللي فعلا قدرت أن تخلي المدراء والقادة يهتمون بالموظفين، يمكنونهم، يهتمون بالذات بالصف الثاني، لأن اليوم الاهتمام بالصف الثاني وايد مهم. ليش؟ لأن لا سمح الله يعني أحيانا يحصل أن المدير هذا يتقاعد أو المسؤول مثلا أو أن ربنا يتذكره أو شيء من هالقبيل. اليوم في بعض الدوائر إذا ما في إعداد الصف الثاني جاهز أن يستلم القيادة، هناك مشكلة، مشكلة. المدير متى ما حس أنه الرجل الأوحد في هاي الدائرة وهو الكل في الكل، وما في ذاك البرامج والخطط المترتبة مسبقا لإيجاد الصف الثاني وتمكينه. هذا اللي تكلمنا عنه. نحن طبعا الرأي الأول سمو الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، وأيضا الشيوخ اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت مع سمو الشيخ زايد، ما في شك أنهم من البدايات ركزوا على الإنسان. وحقيقة أذكر في مبادرات أيضا طلعت لاحقا بالتركيز على العنصر البشري، لأن العنصر البشري هو أساس المحك وهو أساس تطور أي أمة وأي دولة. ما في شك أن كل ما ركزنا على العنصر البشري هم اللي بيساهمون في رفعة هذه الدولة. طبعا مثل ما قلت أنا يمكن في بداية حديثي، متابعات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد لكل البرامج ولكل الدوائر والزيارات المفاجئة وتحفيز يعني بالحضور شخصيا للوقوف على المسرح وتكريم الموظفين المبدعين وأيضا الجنود المجهولين، يعني حقيقة يمكن هاي أشياء ما تحصل في كل الدول وما تحصل في كل الدوائر، لكن ولله الحمد في حكومة دبي استطعنا خلال 20 سنة الماضية أننا خلق روح التنافس وخلق روح الإبداع، وكل يوم مبادرات وكل يوم نشوف أشياء جديدة. أيضا إذا نحن تكلمنا عن الموظف، اليوم الموظف عندك مثل ما قلت أنا في البداية، أنت تيبه فريش جراجويتد تستهلكه لمدة سنة سنتين، إذا أنت ما مكنته وما نسبت لدورات متخصصة وما خليته يواكب المسرعات الموجودة الآن، كل يوم شيء جديد، كل يوم مفاهيم جديدة. يعني إذا نحن قبل فترة عندنا مفهوم الكاستمر ساتسفاكشن، اليوم الدكتور تطرق إلى مفهوم جديد. يعني لابد أن الموظفين يتمكنون أو في نفس الوقت نمكنهم نحن أنهم يتابعون هذه المسرعات وأنهم يكونون دائماً أبديتد، بالتالي بيكون أداء جيد، بيعطينا المردود الجيد. هي جروب شركة طبعاً عالمية معروفة عملت دراسات
بالنسبة لمدى تأثير التمكين على نتائج المؤسسات، سواء كانت مؤسسات ربحية أو مؤسسات خدمية كدوائر حكومة دبي. اليوم أنت عندك ما في شك أن increasing في الـ employee performance، يعني اليوم أداء الموظف متى ما مكنت أنت الموظفين أدائهم بالتالي ارتفع 40% من خلال المؤسسات ومن خلال التمكين. ما أدري دكتور تسمح لي أني لازلت أقول أن increase customer satisfaction ولا أطبق المعيار الجديد مالك. أيضا رضا العملاء ارتفع بنسبة 18%، الربح المادي طبعا أيضا ارتفع بنسبة 4.5%، وما في شك أن هناك في نقص حوالي 14% في التسرب الوظيفي، أو أن الموظفين يتركون المؤسسة. الموظف متى ما صار عنده انتماء وولاء للمؤسسة اللي هو يداوم فيها، بالتالي أكيد بيدور على بدائل وبيترك المؤسسة وبيطلع برا. هناك في فرق طبعا بين التمكين والتفويض. اليوم انت عشان تمكن الموظف لازم تحول الصلاحيات المحدده، طبعا هذه اليوم انا اقول افوض موظف يعني اعطيه بعض الصلاحيات، لكن اني امكنه لا، انا اخليه يشارك في صنع القرار، اخليه يشارك في تحمل المسؤوليه. هذا هو التمكين، ان الموظف يحس انه هو جزء من المؤسسه، انه هو رايه يعني يؤخذ به، وانه يخلوني يشارك في صنع القرار. انا اتذكر في بدايات الدائره التنميه الاقتصاديه، يمكن الدكتور احمد يتذكر، متى ما عملنا السجشن سكيم في الدائره يتنا مبادرات ويتنا اقتراحات وفرت على الدائره الكثير من الاعمال الورقيه، الكثير من الامور، وهي كلها كانت مساهمات من الموظفين. ليش؟ لان ايضا كان في حوافز، طبعا الاقتراح انت تقترح حتى لو اقتراحك ما قبل لك 25 درهم. اذا اقتراحك قبل وتطبق كان له مكافاه مجزيه. فكميه الاقتراحات اللي كانت تصل الى السجشن سكيم يعني بكميات خياليه. وكانت هناك في لجان تفرز هذه المقترحات، وبالتالي نطبق المقترح الجيد اللي قابل للتطبيق. استفدنا الكثير في اختصار بعض النماذج المطبقة في دارة التنمية الاقتصادية. في نفس الوقت كان في هناك برنامج أيضا على جماعة الاي تي جزاهم الله خير، هم حطوا هذا البرنامج على شاشة كل موظف في جهاز كل موظف. انت كنت تدخل على نظام الاقتراحات تشوف ان اليوم الدكتور احمد مقترح هذا الاقتراح، انت كان بامكانك انك انت طبعا ما تمس الاقتراح الاساسي، لكن بامكانك انك تضيف، انك تعلق، انك تبدي ملاحظات. بالتالي بعد فتره كانوا يشوفون الاقتراح الاساسي من منو؟ من الدكتور احمد، لكن مثلا الاخ هزاء، انا، فلان فلان فلان، كذا دخلوا كل واحد ابدا بعض الملاحظات لغايه ما وصل او تبلور هذا الاقتراح في شكله النهائي. انا اساس اني انا اقول ان التمكين يؤدي الى افضل النتائج المرجوه، لابد من الحرص الدائم على توفير التطوير المهني والوظيفي لكافه الموظفين. تعيين إدارة موارد بشرية طموحة وقوي، دمج الموظفين بثقافة المؤسسة واطلاعهم الدائم، يعني ما في معلومات سرية، على تطورات المؤسسة وأهدافها بكل شفافية، إشراك الموظفين والاستماع لآرائهم خلال اتخاذ القرارات الكبرى، التقييم الموضوعي والعادل لأداء الموظفين بشكل دوري يساعد على إدارة المؤسسة على اختيار المواهب الكفؤة وتمكينها. قائد المؤسسة يجب أن يكون قدوة وملهما
لكافة الموظفين في الإخلاص والتفاني بالعمل وقوة اتخاذ القرار. من أهم الأسس الواجب توفرها عند كبار مدراء المؤسسة هو منح الفرصة لأصحاب الكفاءات لإثبات أنفسهم مع دعمهم الكامل بالمكافآت والترقيات. نجاح الموظف هو نجاح طبعاً أكبر لمرؤوسي. يمكن هذه النقاط أنا كلها تطرقت لها من خلال حديثي من بداية المحاضرة إلى الآن. ما في شك أن التمكين الناجح يؤدي إلى خلق قيادة قوية من الصف الثاني، وهذا هو المطلوب. لابد أن يكون هناك في صف ثاني جاهز قوي يدعم المؤسسة في حالة لو نحن احتجنا لهم. أيضاً هناك بعض القيادات أو بعض القادة عندهم يعني حس الاكتشاف، يستطيع أن يكتشف الموظف، يستطيع أنه يعرف الموظف المبدع من الموظف الخامل، أو وين مكان الإبداع اللي فيه يحاول يكتشفه. أتذكر كان عندنا موظف وصل إلى مرحلة أنه خلاص بيستغنون حنا، لأن كل ما حطوه في قسم في إدارة التقارير اللي كانت توصل أنه والله هذا ما يصلح، هذا ما ينفع، هذا ما يداوم، هذا ما أدري شو. أحد المدراء الله يذكرهم بالخير قال هاتوا عندي، جلس وياي يمكن نص ساعة، قال أنت بسلمك المشروع الفلاني، سلموا المشروع. المسؤول هذا حس أن هذا ريال ميداني، مو مال جلسة مكاتب وكذا، فذكر أعطوه مشروع في المهرجان أنه يستلم شارع من الشوارع ويشرف على الفعاليات. فعلا هذيك السنة كان من أنجح المشاريع في المهرجان مشروع الشارع اللي مسك الأخ. هذا دليل أن القائد أو المسؤول هو اللي اكتشف في هذا الإنسان مكامن القوة. يمكن هو بروحه ما قدر يكتشفه في نفسه أو يظهره، لكن متى ما حطوه في المكان الصحيح أبدع. فأيضا هذه من مهمة المدراء والقادة، مو بأن يعتمدون بس على التقارير من المرؤوسين أو من المسؤولين قصدي، ويحولون بالتالي التقارير إلى الموارد البشرية. لا، لابد أن القائد يكون متواجد بين موظفينه. وأيضا يمكن نقطة وايد مهمة، أنا أساس أني أمكن الموظفين لابد من أخلق فرق عمل. كل دائرة فيها فرق عمل، وكل دائرة تشتغل مع على مشاريع، أكيد بتلاقي هاي الدائرة ناجحة 100%. لأن اليوم نحن بحاجة إلى فرق عمل كفؤة، وفي نفس الوقت مشاريع خلاقة، نستطيع تطبيق هذه المشاريع الخلاقة من خلال فرق العمل. أنا يمكن اشتغلت، طبعاً أنا حاطني 35 سنة، بس لا هو أكثر من 35 عشان ما يبين أني أنا شيبي يعني. أنا بداية حياتي كنت في العمل العسكري، كنت في القيادة العامة للقوات المسلحة لمدة 20 عام، اتقاعدت برتبة مقدم. بعد ذلك أتيت إلى دائرة التنمية الاقتصادية في العام 93 مع بدايات السيد أبو وليد والقيادات محمد علي العبار، محمد القرقاوي، بعد ذلك الأخ سامي القمزي، وعملت لفترة طويلة مع الأخ سعيد النابودة. هذول طبعا فعلا يعني علمونا كيفية فن الإدارة. يعني أنا اليوم أقدر أقول، طبعا أنا مو بهني على أساس إني أمدح يعني وأقول، لكن أعتقد أن الكل يشهد لهؤلاء. فعلا قيادات علمونا أصول القيادة، علمونا فن القيادة، علمونا كيف أن الإنسان ممكن أن يبدع. وأعتقد مشاريع محمد العبار أكبر دليل على إبداع هذا الإنسان، وأيضا مشاريع السعادة محمد معالي محمد عبد الله القرقاوي أيضا واضحة للعيان، وما أعتقد أن في شيء مخباي. وبالتالي
العمل مع هؤلاء كان متعة وفي استفادة والجميع استفاد، وأهم شيء أنه ما كانوا يهضمون حق حد. ختاماً أقول لكم شكراً جزيلاً على حسن استماعكم. شكراً للسيد إبراهيم صالح المنسق العام للمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في دائرة السياحة والتسويق التجارية على عرضه الغني والمميز. وندعو الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز للصعود إلى المنصة لتسليم الدرع التذكاري، فليتفضل. ضيوفنا الكرام، نأخذ استراحة لمدة 10 دقائق ونتابع بعدها فعاليات هذه الندوة.